السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القناعة رقم 3، سيولة الماء. والله هذا طبعهم، شو نسوي يعني؟ ترى هم شخصياتهم كذا، ما تتغير مستحيل. أنا ما عندي أي استعداد إني أتعامل مع كذا شخصيات. لحظة، مثل هذه العبارات دائما نسمعها من أشخاص في المجتمع، بغض النظر ما إذا كانت العبارة هذه صحيحة أو هي مجرد عذر نتوهم فيه. من قال لك إنك بترضي الناس كلها؟ ومن قال لك إن الناس كلها بتتغير عشان ترضيك؟ وشو الأسهل؟ الجماعة تتأقلم مع الفرد أو الفرد يتأقلم مع الجماعة؟ إذن شبه شخصيتك مثل خاصية الماء اللي يأخذ شكل الوعاء الموضوع فيه. ما يهمه كيف شكل الوعاء، أهم شيء إنه يتأقلم فيه ويستقر. أفلاطون يقول التغيير دائما جيد. خلك تخيل معي كذا، عندك صديق تتعامل معه بأسلوب معين وربما أنه يزعل منك، شرايك أنك تجرب أسلوب آخر وتكتشف حالتين، إما الأسلوب السابق هو الصح وترجع له، أو الأسلوب الجديد هو الأصح وتكمل فيه. ترى ما من الذكاء أنك تقول والله أنا هذه شخصيتي، واللي يحبني يحبني واللي يكرهني يكرهني، اللي في قلبي على لساني. لا لا لا، ما كذا السالفة. الشخصية المثالية هي الشخصية اللي تكسب أكبر عدد ممكن من مختلف الشخصيات، لا وتستأنس معهم. قال سيدنا علي رضي الله عنه: لا تكن صلبا فتكسر، ولا تكن لينا فتعصر. هدي شوي، هدي وخذ نفس كذا، وحاول انك تكون مثل الماء اللي يتأقلم مع الظروف ومع المتغيرات. لذلك اصلا الماء هو اقوى القوى الطبيعية. كن مثل الماء بشخصيتك وقوتك. Just think.